عشان نبتدي نتكلم على طرق الديزاين بتاع الفلترز، هنبتدي اول حاجه بالاي اي ار فلترز، اي اي ار ديسكريت فلترز. الحقيقه في الطرق الديزاين بتاعتها، هي يعني في طرق منها بتعتمد على ان احنا عندنا ويل استابليشد ويل اندرستود ثيوري للانالوج فلتر، كان ناس اشتغلت عليها فتره طويله جدا في القرن العشرين الحقيقه، يعني عندنا باك جراوند الحقيقه ضخمه جدا وليترشر ضخمه جدا في الجزء بتاع الانالوج فلتر ديزاين. وبيسكلي بيبقى في عندنا طرق نستعملها علشان نحول الانالوج فلتر احنا عملناه ديزاين في الانالوج دومين لفلتر يبقى شغال في الاي اي ار، يبقى اي اي ار فلتر في الايه، في ديسكريت دومين. اوكي، ففي عندنا الحقيقه في طريقتين اساسيتين جدا بنستعملهم، بنسميهم تو مابينجز. مابينجز معناها ان انا بماب الفلتر اللي هو الانالوج فلتر ده، بعمل له مابينج للايه، للديسكريت فلتر اللي هو اي ار فلتر. طبعا احنا بنتكلم على كل الفلترز اللي في الانالوج دومين كلها بتبقى غالبيتها او هي اساسا كلها فعلا بتبقى انفينيت امبلس ريسبونس. ففعليا احنا بنحول الانالوج فلتر ده لاي اي ار فلتر في ديسكريت دومين. الطريقتين بتوع المابينج دول، واحده بنسميها السامبلنج ترانسفورميشن، اوكي، واحده بنسميها البايلينير ترانسفورميشن. اوكي، هنتكلم عليهم بتفاصيل شويه. هنا في الاولانيه دي اللي بيحصل فيه ان احنا بنحط الزي بتاعتنا باي تو ذا اس اس تي، اي تو ذا اس تي اس. اوكي، يعني معنى كده انا ممكن اخد الترانسفورميشن ده ومنه بشكل ما ان انا استعمله علشان احسب بيه الفلتر بتاعي او العلاقه بين الاس اللي هي اتش اوف اس، الفلتر بتاعي اتش اوف اس، والعلاقه بين اتش اوف زي. البالية ترانسفورميشن هو واحدة من الطرق برضو اللي انا فيها بيبقى عندي اتش اوف اس، وبستعمل البالية ترانسفورميشن ده بعوض باس بالكلام ده. اوكي، وبتجيب لي بقى على طول الناحية التانية الفلتر بتاعي في الزي عبارة عن ايه، يعني بحول اتش اوف اس لاتش اوف زي.